Inilah peserta dengan nomor tampil 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah peserta dengan nomor tampil 03. Inna Allaha 'alimul ghaibi samawati wal ardh. Innahu 'alimun bi dhati s-sudur. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil الأرض فمن كفر فعليه كفره بسم الله الرحمن الرحيم ولا عند ربهم إلا مقتا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الذين تدعون من دون الله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين إِنَّ
دعوتك ونتبع الرسل. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إنه كان حليما غفورا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا جهد أيمانهم لئن سجوا وتبين لهم نذير وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وعند الله مكرهم فلما وإن كان مكرهم لتزول منه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول فلما جاءه
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم No.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين من بعد ما
تجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم.